انتوا القاعدين في جوبا من سنة 90 أو سنة 91 القوات الجاية دي الجاية يجيب لكم reinforcement وانتوا يا عارفين الأرض هنا وعارفين كل الديفلويمنت بتاع الأدو وعارفين الأدو زاد نوعي بتاعه شنو فلازم مورال بتاعنا يكون عالي جدا عشان القوات الجاية لو لقى عندنا مورال ومزار بيكون عنده مورال كبير لكن لو مورال بتاعنا ميت أي زول بيجيب لي reinforcement أي ما بيكون عنده مورال فلازم نوري القوة الجاية هنا أنو نحن يا قاعدين هنا وجوب ده هيسلم في إيد بتاعنا هسه لغاية الآن هيقول لكم كلمة واحد ويمشي يمر لأخوانكم كمان تاني وماشي لأخوانكم القاعدين في كومندوبة هناك وبعدين هيرجع للمال بتاعه كمان عشان نشوف شغلات تاني فده يجي يشوف نحن قاعدين كيف ولكن حاسة أنه بقى أنه مورال بتاعنا كبير خالص ونحن مستعدين لأي ميشن نمشي فوق الزلوية 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 زي ما قال لكم رجون نحن أنا جيت نحن عملنا عمليات في محلات كثيرة من جوكو ناصر تيبور كويتا كل محلات مريدي يامبيو ونحن قاعد نسيب الجوبة هنا ده يقول يا ولا عمري زين الزلمة فرصة وأنا مبسوط عشان أشوفكم تاني أنا بقعد إني معكم حاول جوبا إني أنا بقعد مع الجيش ده ألاقات جوبا بواقع ولازم بواقع يا هو عمر البشير ده شال يرول ده شال بور شال كيبور شال كفويدة وبشيل كل يشيل محلات ده الكل إن أنا ببادل أنا بمشي جوبا ويمشي محلات ويا بكون غوريلا بادل أنا بقول له ده كلام عقيد يوم ده نحن قلنا ماشين يشيلوا توريد ناس ما صدق ماشين يشيلوا كفويت ناس ما صدق أصلا نحن قاعد بقول نحن ماشين يشيلوا جوبا ناس ما بصدق لكن نحن بيشيلوا جوبا أنتم يا قعدتوا من الزمن ده كله زي ما قالكم رجون قبل أنتم قعدتوا سنين الجيش ده قاعد بضم عليكم كان عاوز نجيب كل جيش بتاع SPLA هني حول جوبا عشان نجيب نشيل جوبا نحن أنا بجيبه يعني أنا ما بقوم منيني أنا بقول للجيش بتاع SPLA في كل محلات من أول أنت ماشي لكات بانرو أنت ماشي وير كل محل فوق أكتف SPLA أنا بقول تعاليني في جوبا يا وان رسلت إشارة شكله مختلف شكله بتاع بور مختلف بتاع كفويت مختلف بتاع توريد مختلف بتاع مريد مختلف بتاع جوبا برضو حيكون مختلف انا ما ممكن نجي هنا ونقول انا شيل جوبا مع الكبير ده في يوم واحد ده قلب كبير جوبا كبير عاوز درسوا يوم ده نحن قعدنا في مريدي مع كومرجوني او اخرين نحن قعدنا 21 يوم لكان مريدي واقع كان مريدي بيشيل واحد 20 يوم ليه جوبا بيشيل يوم واحد في سبب فندرس جوبا ده
كل حاجة زي أنا قلت في مركز تدريب كل حاجة عنده طريق بتوع في سما قدر اسمه لوت يوم في كان توب لا تي عند مي بعمل الموية بتوع جوا هناك لكاد خريف بعدين يجي أنا إذا عاوز تأكل سمك ده عنده طريق بتوع ما إنت لازم إنت إنت بيشيل حاجة زي اللونجارة إنت هنا أفيد هذا هو تكلوكي ما يلوي لك جا الخريف جا يا إنت فتش مالو كامل ده إنت كامل ترن بيعمل لكن إنت اللي جاي إنت عامل حفرة هناك يلا إنت حفره أني إنت بال إنت باللقو كان زول كمان مستأجر بمشي عاوز يمسكه يعبد توالي مط لك خالص إنت بشيل عصاية إنت بشيل عصاية إنت بكوت في حفرة بتوه ده مو بياكل عصاية يلا إنت إنت جرو برا ده هون نظام سالوت ده جوبا ده يوم ده عندنا مسكنا كوماندو كان ماشي جوبا ومسك الحامية كله لكن أنا ما لقينا طريق بتوع الساحل بمسقوق كيف زي بتاع اللوب ده فأنا بدرسه نعمل بقلب بارد ونشوف طريق بتوعهم وأنا بعقل لك وهو بوقع ما في محل أنا قعدنا جنبه وما وقع في كل محلات بتاع SPLA ده فجوبا ده أنا بقعد أحاول نحن بنشوف كل الظروف بتوعهم حاجة كويس عنه حاجة بطال عنه ونحن بيستخدم الجيش بتاعنا كويس لكان ما نحن نمسقه فالقوات بتاعكم انتم قعدتوا سنتين ولا ثلاثه هنا ده ما كساره ده يا سبب انتم قعدتوا الزمن ده كله عشان نانا نوصل انتم مع جيش ثاني ونشيلوا جوبا مره واحده فده ده شرف بتاعكم انهم انتم قعدتوا هنا الا كان احنا جينا واسدنا بنمسك جوبا معكم جوبا وي جوبا يا هنا زواني بالك هنا هيني نانا بيعمل تنسيق زياده عشان نستفيد من أخوان بتاعنا في الجيش في بوليس في سجون جوا هناك عشان هم برضو زعلانين خالص هم ياو قاعدين مع جلابة نحن هنا في خلا نحن مرتاحين لكن هم هناك جلابة ضيق هم خالص فهم زعلانين ولازم نوحد صفوف بتاعنا معهم ونشاكل عدو ده عشان يفوت فالقوة الجوا ونحن هنا وقوات أنا بجيبه في محلات تانين في آخر نحن بنشيل الجوب هسه في قوة جاي من ليريا بتاع تقريبا 1200 ناس أنا شيلته عربات فادا ولومباري قوة ده بيجي هنا بعد بكرة ده بيزيد على قوة بتاعكم ده بريغيد تاني 1200 انتو مين بيعمل بريغيد فأنا عاوز كل جيش بتاعيني يكون كوماندو انتم كوماندو زي ما انتم قلتوا في أغاني بتاعكم قبل ونحن بيعمل لواد ده بتاع كومريد جون انتم هتكون لواء الثالثه بتاع كوماندو كوماندو ايه نحن بنجيب كل اللوات اثنين تاسك فورس جام بقوم اصلا من تون في تاسك فورسز بقوم من اويل في تاسك فورسز بقوم من غوريال في ناس بيجي تاني من يامبيو في كل محلات دي الناس بنضم لنا هنا كان هم اللي قالوا لنا يشيلوا جوبا خلاص نحن نعمل عاده تنظيم ونن راجع واو ومن هناك ننفوت ناس مجلد شيل كماندو شيل الزوار بقرار رجال كله يا كماندو اذا بومو كارجنا سودان كارجنا المورال بتاعنا كويس خالص نحن ما ماشيين اي محل اذا كان كنا بنشوف انه نحن جايين يوم داك نجي نضرب جيب يوم واحد بكره نحن خلاص نكون جوا هناك
ما في عدو بكر يكون تروح اليوم واحد جيت شمال فلا غير حتى شو بدا حتى لو ما مسلنا في اليوم ده ليس حنمسكوه الحاجة فينتو عملتو وانتو عملتو هذا كويس لانتو خشيتو لغارك ورملة مسكتو البوليس ومسكتو السجون والجيش اللي كان مريم الكبري للكل احتلتو معاه ده لكن لان دي شغلة دي كورة اذا كان يعني زول جاي شيل الكورة من كراك وانت وقاعدة خلاه بكوت جون فلغارة حاجة نانا كويسين ومرال بتاعنا ما في حاجة ممكن يمسيه الجوبة ده نانا حنقبضه وحسن حيتكلم لما انسى شبه اسفلو ايه هده اسفلو ايه هده يكون يعطو الزعزان ولا يزوج ولا يقول لك بدأ اسفلو يقول يعني اسفلو ايه هده اسفلو أول شيء نقول لكم مبروك كوماندر جون وانتم البوا هيني انتم يوم داق مشيتوا مزبتوا كل محلات ديل رجاب علاقات كورملة انتم خشيتوا جوبا لكن جوبا ده محل كبير كبير او اكبر كان انا شيل جوبا ده دشمان معناه وكلس خلاص موسو يوم داك نحن أمور شكلة مريض مريض برضو كبير نحن أقول هناك أنا أقول في راس جبل وايد وشرين يوم مريض لكان مريض وابع نحن أمال مدفع في كل محلات دشمان بتاع ده مختلف من دشمان بتاع ده في توريد نحن أمور دشمان بتاع توريد في موقف بين غالغالا وجوبا نحن شتت يرموك هناك كل الكونفوي كان بيجي من جوبا ده نينا شتتو أنا كان نينا أجي حجم توريد في يوم واحد بس وقع نفس الشيء مع بور عملنا في يوم واحد مريدي 21 يوم كان مريدي شال 21 يوم لا جوبا يصير يوم واحد ده ما معقول لازم ندرس جوبا كويس الشيء الأكيد عاوز نقول لكم إنه نحن جينا هنا ما في رجوع لورا أنا ماشين قدام لجوبا. أنا ده أنا كوماندر إن شيف أنا بقول إني ورا جوبا ده أنا بقول معكم. كان قالوا كل الجيش بتاع SPLA جيبيني عشان لز جوبا فلاتا أنا بجيب. فجيش كله أصلا متحرك من كل محلات الأيام ده. زملاء بتاعكم بمضم لكم من كل محلات. أنا بقول أنا يا قاعدين في زول في سبب كان زول ثاني يقعد بعيد مني. كان كوماندر إن شيف يا وقاعد ديني 10 ميل من جوبا ليه وايد يقعد 300 ميل برا من جوبا أنا عاوز كل زول SPLA كل جيش بتاع SPLA يجي هنا ما في عدو تاني كان عمر البشير عاوز ناس كبويت ناس بو ناس توريد ناس يلو ناس وين طرف هناك كان يا وهلو لو كان هو يشيله نينو بيشيله جوبا هنا بعدين عمر يا أبو كون غوريلا نحن بقول له هم المتمردين ونحن بقول في جوبا نحن يا أبي يكون أقوم في جوبا ذاته فنحن جينا هنا بكل أسلحة بتاعنا وأسلحة زيادة بجي جيش زيادة بجي نحن بقول هنا نحن بدوبو لكن جوبا ده بواقع هناك في محل في الصومال اسمه مقديشو في واحد هنا اسمه جنرال عيدي وثاني اسمه محدي هم انقسم مقديشو عيدي في النص وما حد في النص كان الناس دي عاوزين انا قسم الجوبا انا بقسم انا اقعد في مال وهم اقعد في مال ونشيل المال بتاع تعينات وهم يقعد في مال ما عنده تعينات اسلمي رجال بقابة يونا رجال يوم نرجع أيوة
فكلام ده كلام مهم رجوع اللي ورا ما في أنا أخوان بتاعنا في جوبا أنتم مشيتوا لرجاء في أخوان في تاجو في سوبري عندما لكم ومن عمل شغل كبير ومن يأكل معلا ده يشيلونا سوبري وناس رجاء ده عشان تعاون بتوم فنحن قابل عمل دشمال اللي جوا ده لازم تكون في مخ بتاعي نو أننا أخوان بتاعنا هناك في جيش بوليس في سجون في جيم ده نتعاون معهم نفرسهم نشوف عدو يعطوه ومن يهو عدو ومن ما عدو أننا أصدقاء أننا قوات صديقة هناك أو جلاب عندهم من زمان عنده قوات صديقة فيك بتوه بتاع كتل جاموز بكتلو بطريق بتوه براو فيل بكتلو بطريق بتوه براو أسد بكتلو katalu tare bi taw baraw nimir andu tare bi ta katal bi taw juba andu tare bi ta katal bi taw uda biarebu biarefu min tajriba ka di ta guide bai din na yin da gas ma khabar da aso fina da da tanin da din su Kenya Uganda wara ina fi mahala tanin fi awil bin nizu plata ke wana akirleku no ma fi mahal nena mashi warabuto nena ga ki warabuto masu mahal nena ga ana ina kuma waga kullu mahalat nena ga ana fogo yomda nena ga ana fituko ana bace ne lidu kamar mun ne mun ga ga du talada shi ana bace du ga atu talada ko kamshi ne yo ga duka wannan na onena ga ana wara maridi alakad maridi waga nena bagodini wara wara jubada wana wagon maku alaka juba de mtu mtufu en mtako waga yo mdag nena kan shield now mai to shield in men supri le rajab le ko ramla u police u nak mtu mkundu fi juba ko modo mashi shala alham ya kullu alghayra jinubia lakin shabu de nal bitaqaba shabu mubah ni kubar aja shas gariba lo gari ya jama'a nena wen dai da shigar mutane da yawo akhir fa ana ta'awud le juba wana jitu ni wana jitu fi ma reconnaissance butaku ashan shufa jeje bitai mana gula ne ndi jeje gidami na ma shi shi juba ana hawo shu nu'iyya bitai jeje aljeje albishil juba dai ya tu jeje ana ja shu intu ma sai anda ko moral ana mutakin ne bishil juba dai SPLA wuyaye ta harak ma 1200 nas kuma na haji nas comrade wuyaye dai nasu baje ba dukura rasul no arabai ana rasul tun ishara da lakada wille lakada tonge lakada gogrial ashan kula SPLA yaji ne ana gudu ana ma mashi leku mutum ya wuce jini ma fi commander in chief ya gonshi na kuma ya baje wa rajuba woman da liga ne ne kan liga ne 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 nizu juba plata kalas nena biamul ade tanzi wona raja waw dal juba lisa man bam bum lena fa mayni na mufar mayni na ay shugul tane gair juba fa kullu zol yansa ay haja firasu tane wi fakar bas kalam wahi kalam ta juba juba wara kada ma fi haja wara da hawaya kan nena ayin wara nena buwaga ina da hawaya bita jalaba gidam ya fuku mustaqbal gidam ya fuku balad bitane fa juba da lazim ne shiru ana akilakum ka commander in chief bitakum ana bago anini ma'akum nene ban ban shi shakla sawa wa nahnu bishiru juba da sawa kalam da ana wasna akilakum da ya sabab ana jitu ni a shana gulekum alguwa lini kullu ta head comrade John Kong nene bi biamulu ade tanzim da haykun liwa althalitha bita commando commando ye commando ye commando أستاذ أنا سيد الغاية قبل ما نبدأ في الشرف بتاعك النموذج بتاع الرمل بتاعنا اللي هو المعركة المصرية بالنسبة للثورة الماشي أنا في الأول دير أشكر سيد الغاية الإخوة في شهادات والطبات الموجودين صف جنوده وقوات بتاع SPLA انه انا ليلة فخور جدا انه ليلة انا هشتغل في شغل
أن يخدم الأرض والإنسان. الطريقة بتاع شغل بتاعي والأسلوب بتاع شغل هيختلف من الطريقة اللي كنا بنستغل بها داخل السودان القديم داخل الجيش داخل عمر، لأنه أنا وكده أكون شغال هناك أنا بيشعر أنا وأنا بدي شيء اللي بيدمرني أنا شخصيا بيدمر أحد البلدين بلدي. ما بنقدر نقاتل بشراسة، ما بنقدر نقاتل بروح ذات في حاجة يعني أنا الواحد كان ما قدر يعرف، لكن في نهاية الحاجة اللي ما معروف دي بورينا أنه إذا أنت قاتلت شديد، إذا أنت شغلت شديد، أنت بتقتل في أهلك، بتقتل في بلدك. لكن الليلة الكلام ده هيكون مافي، because now today I'm free to command my people. ودي لحظة اللي أنا بيتمناه في حياتي كله. أنا إذا كان أنا بيموت أموت وسط أهلي، إذا كان أنا بيخدم خليني أخدم أهلي. فمن الليلة اللي قدام إذا كان برين إذا كان فيزيكال أنا هيخدم لغاية ما أنا أموت. من كده أنا كنت وصيت القوات الموجود ورا أنه وانها بنقاتل قتال بتاع التحرير، قتال بتاع استجلاب الحرية، أنه ما في زول يستسلم، أنه في جزء من الناس نزلوا في المدينة وسلموا، فنحن كنا جوا بنبكي. فأي واحد إذا حتى هو بقى تعبان ما قدر يقاتل معنا، أصلا يرجع لنا في الخطوط الخلفية اللي بنعتبرها هي السودان دي. هنبدأ في شغل. لكل الضباط اللي هيخش في العملية. العملية بتجربة مش عملية لكل العمليات اللي تمت، لأنه ده مفتاح بتاع الحوار فيدو. عملية بتجربة هو الطريق للتحرير الحقيقي بالنسبة لشعبي. عشان كده أنا بيرجو من كل الضباط الموجودين يكونوا معنا في أوبريشنز أنه يسمع تمام ويخلي بالهم تمام. بالذات الضباط الأصغر اللي هيكونوا قيادة بتاع الفصائل، لأنه أنت خاشي لمناطق الأنمي ما هيكون معك ضابط كبير، أنت هيكون قائد بتاع قوات صغيرة فصائل وسرايا. عشان كده هو مهم أنت تفهم النموذج بروبا، عشان في الميدان هناك أنت ما تلخبط، لأن أقل اللخبطة هيكون ديزاستر بالنسبة لنا، فإحنا مش عاوزين الخسائر دي موجود في العملية لكن ما يكون كبير. كده كل الأخوان يخلي باله أساسا يفهم الحاسس شنو، عشان أنها نقدر ننجح، نقدر ننقص الشعب الموجود في الداخل في العبودية دي. السلام عليكم. السلام طبعا زي ما انت شفتوا الرفاق بتاعكم دين، طبعا الرفاق وصلوا من جبال لهم هسه تقريبا 6 يوم ولا 7 يوم في مناطق هنا في او مناطق جديده هنا، فهم جوا عشان يزوركم ويعرفوا المورال بتاعكم، وانتم كمان تقدروا بواسطه تعرفوا المورال بتاعنا كان وين في الجبال. عندنا هديه نقدم لكم اغاني الثوريه من فرقه منطقه جبل النوبه، اسمه فرقه الشهيد ملازم ثاني محمد حسن قوة. محمد حسن قوة ده هو الذي كون هنا الفرقه اللي امامكم ده. وأول أغنية نقدم لكم أغنية الدبابة ما مشكلة، يعني الدبابة في خط العمليات ما مشكلة، لأن عندنا شنو مهندسين بدرة شنو ما نعرف.